بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع مادة جديدة من مواد التخصص وهي مادة التكاليف والمقايسات. تعرفنا مع بعض كده في الترم الأول إيه هي يعني إيه المقايسات وإزاي أقدر أعملها وبستفاد منها إيه وإيه هي التكاليف وهتفيدني في إيه. هنراجع مراجعة كده سريعة مع بعض وندخل بعد كده ان شاء الله ازاي اقدر احدد اسمان الخامات وازاي اقدر اضيف على سعر المنتج بتاعي اجور العمال. نبدأ كده مع بعض ونعرف المقايسات دي المقصود بها ايه. ان احنا بنعمل زي شكل تخطيطي كده للمنتج اللي انا عايز انفذه سواء كان في ورشة صغيرة او في مصنع من مصانع الملابس الجاهزة بالانتاج بالحجم الكبير. طب ازاي هقدر اعمل مقايسة؟ بنقول اول حاجة ان انا لازم اعرف الموديل او التصميم بتاعي هو ايه وابتدي احلله، اللي هو اللي طالبه مني العميل بتاعي اللي جاي طالب مني انفذ له طلبية، فبيقول لي والله مواصفات التصميم اللي انا عايزه كذا وكذا وكذا. ازاي يعني اقدر اعرف هل وليكن لو بلوزة حريمي مثلا هل هي مقفولة من قدام ولا في خط مرد؟ طب المرد اللي موجود ده مرد بسيط ولا مرد مركب؟ هل هو من قطعة واحدة ولا قطعتين؟ طب الخلف الجزئية كاملة على بعضيها ولا في فاصل في النص؟ في اكمام ولا لا؟ الكم طويل ولا بنص كم؟ وهكذا. في اسورة، في كولة، كل ده بعمل تحليل للموديل بتاعي. دي كانت معايا اول خطوة. تاني خطوة بعملها ان انا برسم الباترون بتاعي بناء على المقاسات اللي محدداها او متفقه معاها على العميل اللي طالبها مني. بيحدد لي بيقول لي والله انا عايز الموديل ده او المنتج ده تعملوا لي بمقاسات وليكن 42 و46 و48، فاحنا متفقين على المقاسات. فببتدي اعمل الباترون بتاعي من خلال المقاسات دي، وطبعا بتبقى من الجداول القياسيه زي ما احنا عارفين اللي هي الجداول الخاصه بهيئه التوحيد القياسي. بنيجي بعد كده بنعمل عمليه رسم واعداد الباترون وعمليه تعشيق او عمل ماركر للمقاسات مجمعه مع بعض على عرض القماش اللي احنا كنا متفقين عليه. عرض القماش بيبقى متحدد معايا، مواصفات الخامه برضو بتبقى متحدده معايا. المقايسه هنا بشوف والله الابعاد بتاعه الباترون، الاجزاء بتاعه الباترون بتاعتي ابعادها ايه، يعني عرض الامام قد كده، طوله قد كده، وهكذا. الكم عرضه بيساوي كذا، طوله بيساوي كذا. الاكوان نفس الحكايه، الاساور نفس الحكايه، يعني بقدر اعمل بعد ثنائي طول وعرض لاجزاء الباترون بتاعي. بنيجي بعد كده بنشوف الخامات اللي احنا عايزينها ايه، سواء كانت خامات اساسيه او خامات مساعده. وعارفين ان الخامات الاساسيه زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي القماش اللي احنا بنقدر نستخدمه، والخامات المساعده زي الكلف والسوست وما شابه ذلك. في خامات ثانيه بتبقى جامعه بين الاثنين، خامات اساسيه ومساعده في نفس الوقت، زي مثلا الابر بتاعه المكن وغيره. تمام. بنبدأ بعد كده بنشوف نوعيات الماكينات اللي احنا محتاجينها، صح كده، في المصنع بتاعي او في خط التشغيل بتاعي ببقى محتاج اعرف نوعيات الماكينات اللي انا هستخدمها. وطبعا لازم نبقى عارفين العمر الاستهلاكي، كل مكنه ليها عمر استهلاكي خاص بيها. هنشوف برضو بعد كده ازاي هقدر اضيف ثمن تكلفه الماكينات دي على القطعه الخاصه بالمنتج بتاعي او في سعر بيعها. برضو بعرف المده الزمنيه اللي انا هقدر انفذ فيها المنتج ده القطعه الواحده، وعلى اساسه الطلبيه دي كلها هقدر اقسمها او هقدمها للعميل بتاعي في خلال مده قد ايه، وهكذا. تمام. خدنا برضو بعد كده ازاي اقدر احدد كميه الخامه اللي انا محتاجاها، يعني والله انا للطلبيه اللي طالبها مني العميل وليكن 2000 قطعه، محتاج لل 2000 قطعه دي من خلال المقايسه اللي انا عملتها اللي هو الشكل التخطيطي بتاعي لتجميع اجزاء الباترون على عرض القماش اللي احنا متفقين عليه، هقدر احدد كميه الامتار بتاعه القماش اللي انا محتاجاها او عدد الاثواب اللي انا محتاجاه، وفي نفس الوقت برضو هقدر احدد كميه الخامات المساعده بتاعتي. بشوف كل قطعة محتاجة كم سوستة، محتاجة كم زرار، وهكذا، وبقدر أجمع العدد كله مع بعضه وأقدر أعرف الكمية اللي أنا محتاجة أشتريها قد إيه. هنيجي بقى بعد كده إن شاء الله النهاردة مع بعض هنشوف إزاي أقدر أحدد
تمن الخامات اللي انا هستخدمها دي، وهنشوف برضو ازاي هقدر اضيف نسبة الربح الخاصة بالمصنع، وازاي اقدر اضيف نسبة الاجور الخاصة بالعمال، كل ده على تكلفة المنتج، واحدد سعر القطعة هتتباع بكام. نبدأ كده مع بعض ونشوف. عندي اول حاجة دراسة تسمين بالسه، تسمين الخامات الاساسية والمساعدة لكل تصميم. بنشوف اول حاجة عندي الخامات الاساسية اللي احنا زي ما اتفقنا اللي هي القماش. بيقول لي هقدر احسبها ازاي؟ بيقول لي ضرب عدد الامتار او الاسواب المطلوب للتنفيذ اللي احنا حددناها بناء على المقايسة. خلاص انا كده عرفت انا محتاج كام متر او محتاج كام طوب، هشوف العدد اللي انا حددته ده من خلال المقايسة، وبيقول لي وهضربه في ثمن المتر الواحد او في ثمن الطوب الواحد اللي هو متحدد عندي في السوق، او انا من خلال دراسة السوق اللي انا عملتها قدرت اعرف ان الخامة دي سعرها قد كده، المتر منها قد كده بسعر وليكن 10 جنيه، او الطوب بسعر كذا. خلاص يبقى انا في الحالة دي علشان احدد ثمن الخامة الاساسية اللي هي القماش بتاعي، بشوف عدد امتار او العدد الاسواب اللي انا حددتها من خلال المقايسة، وبضربها في سعر المتر الواحد او في سعر الثوب الواحد. طيب هاجي اشوف ازاي اقدر احدد ثمن الخامات المساعدة برضو من خلال المقايسة اللي انا عملتها، او من خلال تحليلي للتصميم او الموديل اللي اتفقت معاه على العميل مع العميل على اني هنفذه له، اقدر اعرف نوعيات الخامات المساعدة اللي انا هستخدمها، والموديل الواحد او التصميم الواحد او القطعة الواحدة محتاجة مني ايه. بيقول لي من خلالها بقدر احسب التمن بتاعها، سواء كان الخامة المساعدة دي سواء كانت بتتباع بالمتر او بتتقاس بالمتر او بالقطعة او بالدستة. فبيقول لي بنضرب الكمية المطلوبة منها في سعر القطعة الواحدة. تمام كده. طيب هنيجي برضو حاجة تانية بيقول لي عايز اضيفها في الحساب بتاعي، وهي اضافة بتبقى نسبة بتتراوح من 5 لـ10% في الاتمان. طب من النسبة اللي هي من 5 لـ10% دي بضيف عليه، واحيانا كمان بتوصل لـ15%. طب بقى محتاج اضيفها ليه؟ بنشوف كده مع بعض الاحتمالات. بيقول لي اللي قد تطرأ عندي اثناء عملية التشغيل زي ايه مثلا؟ والله انا موجود عندي الخامات الاساسية او الخامات المساعدة دي موجودة عندي اوريدي في المخازن بتاعت المصنع، انا لما عرضتها على العميل وافق معايا. طب انا كنت مشترية القماشة دي وليكن بـ10 جنيه، تمام، موجودة عندي في المخزن. طيب الكمية اللي طالبها مني العميل مش هتكفي عدد الأمتار اللي موجودة عندي، أو مش هتكفي عدد الأتواب اللي موجودة عندي، محتاجة أشتريه من بره. طب لو أنا كنت قايلة للعميل إن أنا مشترياها أو هحسب لك الخامة دي بـ10 جنيه، تمام، وجيت أشتريها من السوق لقيتها بقت بسعر أغلى وليكن بـ12 جنيه، مين هيدفع الفرق؟ مين هيشيل الفرق؟ هل اللي هيشيله صاحب المصنع، ولا المفترض ان الزيادة دي بتتحمل على سعر القطعة؟ الطبيعي ان هي بتتحمل على سعر القطعة، فانا بضيف النسبة 5 أو 10% دي للاحتمالات التي قد تطرأ اثناء عملية التشغيل. يعني انا وانا شغالة احتجت تكملة من السوق لقيت سعرها زاد، مش هوقف او مش هاجي اعمل مشكلة مع العميل واقول له ده انا لقيت السعر في السوق زاد، لا طبعا، هيقول لي في الحالة دي احنا كنا عاملين تعاقد وكان في اتفاق بيني وبينك ان انا هستلم منك القطعة دي بسعر كذا، تزودي لي عليها، يبقى انا لا شكرا مش عايز. يبقى في الحالة دي الخطأ ده برضو مين اللي هيشيله؟ طبعا مش هينفع. فانا منعا لاي تجاوزات ممكن تحصل ببقى مزودة من 5 لـ10% للاحتمالات اللي قد تطرأ دي. ده سبب من الاسباب. سبب تاني عندي هو اختلاف نسبة العوامل الفعلية عن النسب المقدرة. يعني انا وانا بعمل عملية التعشيق او الماركر لاجزاء البطرون بتاعي، والله طلعت العادم بتاعي كان نسبته وليكن 1%، تمام، جيت انا وانا بعشق فعليا او بحط اجزاء البطرون فعليا على القماش، في اجزاء من احيانا التوب الواحد ما بيبقاش العروض بتاعته ثابته، احيانا بتبقى فيه قطعه متبقعه او حاجه، فانا بضطر اتغاضى عن المنطقه دي واكمل التعشيق بتاعي او الماركر بتاعي في باقي القماش. فمعنى كده ان في عوادم زادت عن الطبيعي ظهرت عندي. طيب الفرق ده برضو مين اللي هيشيل فرق الخامه ده؟ ما انا اشتريت،
خلاص مين هيشيل الفرق ده؟ فهي نسبة 5 أو 10% هي اللي بتتحمل على الأخطاء اللي قد تظهر أثناء عملية التشغيل. يبقى برضو تاني سبب عندي اللي بيخليني أزود 5 أو 10% هو اختلاف العوامل العوادم التي قد تطرأ أثناء عملية التشغيل. طب نيجي نشوف سبب تالت عندي برضو لأثناء عملية التشغيل، هي أي خطأ في التنفيذ. إزاي؟ بيقول لي سواء كان في القص أو في التجميع بيحتاج لتصحيحه لصرف كميات زائدة من الخامات. يعني أنا والله طبعا إحنا كلنا بشر وأيا كان في احتمالية للأخطاء. طيب أنا وليكن كنت عاملة رصة معينة وحطيت أجزاء البطرون بتاعي وأنا مش واخدة بالي، حطيت للأمام أنا عندي مثلا قطعتين يمين، واحدة يمين وواحدة شمال، ما أخدتش بالي وحطيت البطرون بتاعي القطعتين يمين، فتقصت عندي الرصة كاملة كلها في اتجاه واحد، بقى كلها يمين. طيب والجزء الشمال راح فين؟ يبقى أنا كده ده ظهر عندي أخطاء أثناء عملية القص، يبقى أنا مضطرية أقص عدد القطع دي مرة تانية. طيب عدد معناه أن أنا كده هحتاج كمية من الخامة أكتر من ما أنا كنت متفقة عليها. مين هيشيل الفرق في السعر، او مين هيشيل الفرق في الخامه؟ طبعا استحاله يكون صاحب المصنع، والا هيبقى خسران، مش هيبقى حقق الربح اللي هو طالبه. يبقى في الحاله دي نسبه الزياده اللي انا حاططها احتماليه اللي هي من 5 ل 10% دي احتماليه اخطاء قد تورد اثناء عمليه القص. طب في احتمال تاني اخطاء تظهر اثناء عمليه التشغيل؟ اه طبعا ممكن، والله حصل بالصدفة واحنا شغالين على المكن طلع عدد من القطع في خط الانتاج ما خدناش بالنا غير في الاخر، كانت مكنة مثلا متزيتة لسه جديد او فيها حصل تسريب للزيت، بقعت لي عدد القطع اللي تمت الحياكة عليها. طيب في الحالة دي عمر ما العميل هيقدر يستلمها مني، لانه في الحالة دي هيقول لي في اخطاء، انا مش هستلم القطع على الخطأ دي، او هيبقى مضطر صاحب المصنع يبيعها ينزلها درجة تانية، فهو في كلا الحالتين خسران. تمام، لكن لو انا عندي كميه الخامه الزياده اللي انا محدده لها نسبه 5 أو 10% من ثمن الخامات الزياده عن الطبيعي، يبقى في الحاله دي هقدر اقص اجزاء تانية واعيد عمليه تشغيلها مره تانية، وهسلم العميل بتاعي القطع بتاعته بالمواصفات اللي هو طالبها، وهقدر احصل منه على الربح المطلوب. وطبعا في الحالة دي اقدر انزل القطع اللي فيها اجزاء معيبة دي، ممكن اقدر انزلها كدرجة تانية، وفي الحالة دي برضو بكسب منها فلوس. يبقى انا بزود 5 أو 10% اللي موجودين عندي، بنقول احتمالات لاخطاء قد تطرأ اثناء عملية التشغيل، وعرفنا ان انا عندي 3 حالات منها، سواء كان في اختلاف الاسعار، سواء كان في اختلاف نسبة العوامل التي تظهر اثناء عملية القصد، او حدوث اخطاء اثناء عملية القصد او مراحل التشغيل. تمام كده، هنيجي نشوف مع بعض بقى مثال. بيقول لي والله على الكلام اللي احنا اخدناه ده، بيقول لي والله انا عندي اراض مصنع الدخول فيه مناقصة لتوريد عدد 240 بلوزة مقاس 42. يبقى انا في جالي عميل طلب مني ان انا انتج له 240 بلوزة بمقاس 42، الابعاد اللي هو طالبها مني، اداني عرض الامام 27 سوري، عرض الامام 27، عرض الخلف 25، طول البلوزة 70، عرض الكم 36، طول الكم 58، عرض الاسورة 5 سنتي، طول الاسورة 22 سنتي، عرض الياقة 8 سنتي، وطول الياقة 40. يبقى هو كده مديني عرض وعرض الامام والخلف، ومديني طول البلوزة، ومديني عرض الكم وطوله، عرض الاسورة وطولها، وعرض الياقة وطولها. طيب الكلام ده بيقول لي التصميم على حسب الايه، التصميم الموضح امامي، معنى ان هو اداني تصميم قال لي والله انا عايزك تنفذه لي بالشكل ده. هناخد بالنا هيجي بعد كده تحليل للتصميم. المواصفات بتاعته بيقول لي ان هي عبارة عن بلوزة بمرد بسيط، ولازم ناخد بالنا يعني ايه مرد بسيط، هل هو المرد المركب ولا في فرق بين الاثنين. طبعا احنا الحاجات دي كنا عاملين حسابنا قبل كده وبنبقى عارفين، ادام اداني عرض الامام بضيف مقدار قد ايه ومقدار الحياكة بتاعته قد ايه، عرض الخلف لو كان كامل على بعضه بضيف مقدار الحياكة قد ايه وبضربه في 2 علشان خاطر يديني العرض الكامل، وهكذا. وبرضو طول الكم او طول البلوزة بشوف مقدار التانية ومقدار الحياكة، دي قوانين ثابتة احنا عارفينها قبل كده وعارفين بنضيفها ازاي. طيب بالنسبة للنوع المرد، هو ادام ادهوني معنى كده ان هو ليه
حكمة، فببقى عارفة ان المرد البسيط بعمله مقدار المرد اللي احنا متفقين عليه وليكن 3 سنتي، والبطانة بتاعته اللي هي بتبقى ضعف وزائد واحد، برضو الحاجات دي زي ما احنا اخدناها في سنة تانية لازم اكون حاططها في دماغي ومركز فيها عشان دي قوانين ثابته معايا. برضو مديني بيقول لي وهي عبارة عن كول سبور، تمام. مديني نوع القماش بيقول لي هو منفذه من قماش قطني ساده. خدوا بالكم هنا بيقول لي عرض القماش كام، القماش القطني ساده ده عرض قماش 90 سنتي، يعني معنى كده ان انا لما هعمل المقايسه بتاعتي بابعاد اجزاء الباترون لازم تكون محدده في عرض القماش بتاعي اللي هو 90 سنتي. مديني بيقول لي سعر المتر 20 جنيه، كويس هو مسهلها عليا اهو بالجنيه 20 جنيه، ومحلاه بالتطريز على الصدر، معنى برضو ان هو في تطريز على الصدر يبقى لازم فيه خيوط وسعر. بيقول لي بتحتاج كل بلوزه ل10 ازرار، تمام. سعر الدسته هو هنا محددها لي بالدسته، وطبعا احنا عارفين ان الدسته عباره عن 12 قطعه، تمام كده. يبقى برضو لازم ابقى واخده بالي من التمييز اللي هو مديهوني، هو مش مديني ان هو 12 زرار، لا هو مديهاني بالدسته، يبقى انا عارفه ان الدسته عباره عن 12 زرار. سعر الدسته كام؟ 5 جنيهات. كمان بيقول لي ان بتحتاج كل 4 بلوزات، بتحتاج كل 4 بلوزات بكره خيط، معنى كده ان كميه البلوزات اللي هو طالبها مني لازم ابقى واخده بالي ان انا في الحاله دي هقسمها على 4 عشان اعرف هو مديني كام بكره، تمام. يبقى انا كل الحاجات دي لازم اكون حطاها في دماغي وانا بقرا المساله بتاعتي. بيقول لي يبقى بتحتاج كل 4 بلوزات بكره خيط ثمنها 240 قرش. خدوا بالكم هنا محسوبه بالقرش مش بالجنيهات، معنى ان هي محسوبه بالقرش، يعني ال 240 دي لازم اقسمها على ال 100 علشان تتحول معايا للجنيه، تمام. يبقى ناخد بالنا وما احسبش ان هي ب 240 بس واسكت، لا لازم ال 240 على 100 عشان تتحول للجنيه. كمان بيقول لي بتحتاج جميع البلوزات ل 20 شله خيط. لايه؟ للتطريز. 20 شله خيط، هو كده مسهله عليا، قال لي الطلبيه كلها اهو مش بيحتاج حسبه معايا، بيقول لي ان هي بتحتاج 20 شله، ثمن الشله جنيهان. خدوا بالكم هو هنا كاتبها مش حاططها لي ارقام، برضو ممكن المساله تخدعني وما اخدش بالي واقول دي جنيه، لا هي جنيهان. نقرا لو سمحت اجزاء المساله بتاعتي كويس. نبتدي كده مع بعض. بيقول لي المطلوب بقى من ده كله من المعلومات اللي هو الدهاني ده ايه؟ حساب جمله اسمان الخامات. يبقى هنا تطبيق على اسمان الخامات اللي احنا خدناها سواء كانت خامات اساسيه او خامات مساعدة، هو هنا طالب مني اعرف جملة الخامات دي اسمانها كام، معنى ان هو طلب التمن يبقى لازم اعرف كميتها الاول وعلى اساسها بعرف التمن. نشوف كده مع بعض الحل بتاعي هيبتدي ازاي. اول حاجة زي ما هو قال لي هنبتدي بعرض الامام، انا لازم اعرف الابعاد الثنائية بتاعة كل جزء او كل مفرد من مفردات الموديل بتاعي، سواء كان الامام قطعة واحدة ولا قطعتين زي ما احنا قلنا. ادام هو قال لي ان هي بمرد بسيط يبقى انا عندي جزء يمين وجزء شمال. ادم قال لي خلف وسكت، عرض الخلف وسكت، معنى كده ان الخلف معايا كله على بعضه قطعه كامله، يعني مفيش خط فاصل في النص، تمام. طيب انا معنى ان انا عارفه عرض الامام ابقى عارفه ان في ثوابت بتضاف معايا في مقدار الخياطات والزيادات اللي انا بضيفها. وبيقول لي عرض الامام زي ما احنا كنا شايفين كان 27، ضفنا له 2 و2 وزائد المرد زي ما احنا قلنا 3 والبطانة بتاعته 7 و1 سنتي للخياطة، بجمع كل دول مع بعض اداني 42 سنتي. طيب الامام ده هبقى محتاجة منه قطعة واحدة ولا قطعتين؟ لا، انت قايل لي في المسألة بتاعتك ان في مرد، معنى ان في مرد يعني الامام عندي مفصول يمين وشمال زي ما اتفقنا، يبقى انا محتاجة منه قطعتين. ما ننساش لو سمحت نكتب في حل المسائل بتاعتنا في الامتحان، يبقى انا كده عرض الامام محتاج منه قطعتين، يبقى انا عايزة ال 42 ده منها قطعتين. طب هاجي عند الخلف، انا عندي زي ما اتفقنا ان الخلف كامل على بعضه، ادام كامل على بعضه وكان مديني ان عرض الخلف 25، ازود عليه الواحد سنتي بتاع الحياكه وبضربهم لما اجمعهم الاثنين مع بعض بضربهم في 2 اداني 52 سنتي، يبقى كده عرض الخلف بتاعي 52 سنتي. طب طول البلوزه هو كان مديهوني 70، ال 70 ده لازم اضيف عليه مقدار 1 سنتي للخياطه و2 سنتي للثانيه اللي هي عمليه التنظيف اللي بتبقى في نهايه البلوزه، اجمع الثلاثه مع بعض، ال 70 زائد الواحد زائد الاثنين اداني 73، يبقى انا كده عرض الامام 42 وعرض الخلف 52 والطول بتاع الاثنين اللي هو طول البلوزه 73 سنتي.
طيب نيجي بقى للكم كده، انا خلصت الجزء الاساسي، هاجي للكم. هو كان مديني عرض الكم قال لي 36، طبعا بضيف عليه الاتنين سنتي بتوع الحياكه بتوعي يبقى 38. طب انا عايزه كم واحد ولا كمين يمين وشمال؟ في الموديل بتاعي كان واصف لي ان انا عندي كمين، يبقى انا في الحاله دي محتاجه منه قطعتين اللي هو كم يمين وكم شمال. هاجي طيب ده كان عرض الكم، طب طول الكم كان مديني 58 وهبقى محتاجه 2 سنتي للحياكه يبقى مجموعهم 60 سنتي، يبقى عرض الكم 38 وطوله 60 وهما قطعتين انا عايزاهم. نيجي بعد كده الاسوره، ادي عرض الاسوره كان مدهاني 5 وال2 سنتي بتوع الحياكه بتوعي يبقى 7 سنتي. طب طول الاسوره كان مدهاني 22، 22 زائد الاتنين بيساوي 24 سنتي. طب الاسوره دي انا محتاجه منها واحده ولا اتنين؟ لا طبعا انا محتاجه قطعتين اللي هم برضو اليمين والشمال. طب اليمين والشمال هو انا بحطها كده ولا هي بتبقى ليها بطانه للتنظيف؟ اه لازم نركز بقى في الجزئيه دي. اي اسوره عندي بيبقى عباره عن قطعتين، قطعه علويه وقطعه سفليه اللي هي بتبقى منظفه نفسها. ففي الحاله دي يبقى انا الشريط اللي انا هعمله اللي هو عرضه 7 سنتي وطوله 24 يبقى انا محتاجه منه 4 قطع للقطعه الاساسيه وبطانه كل منها. يبقى انا عندي في اليمين اسوره وبطانتها وفي الشمال اسوره وبطانتها اهو، يبقى انا في الحاله دي محتاجه 4 قطع. تمام. طيب الياقه او الكوله بيقول لي ادي عرض الياقه بتاعي كان هو مديهوني 8 سنتي، طيب والخياطه او الحياكه 2 سنتي يبقى 10 سنتي. طيب طولها كان مديهوني 40 زائد الاتنين الحياكه يبقى 42. طيب الجزئيه دي انا عايزه منها قطعه واحده ولا قطعتين؟ هو انا هنا يبقى انا عندي قطعتين. ليه؟ لان الكوله عندي او الياقه عندي كلها هنا كلها قطعه واحده، هو مديني ابعادها كامله، ففي الحاله دي انا محتاجه منها قطعتين اللي هي القطعه الاساسيه والقطعه الخاصه بالبطانه بتاعتها. خلاص كده يبقى انا الياقه محتاجه منها قطعتين. اجي انا بناء على الحسابات اللي انا حسبتها اللي قدرت من خلالها اعرف ابعاد المنتج بتاعي، الطول والعرض بتاع كل مفرد من مفردات المنتج بتاعي، بعمل عمليه تعشيق لاجزاء البطرون او تعشيق لاجزاء الموديل بتاعي، البطرون بتاعه بشوف مع مراعاه ان عرض القماش زي ما هو مديهوني 90 سنتي، يبقى انا لازم في الحاله دي اهو اكون محددة عرض القماش بتاعي من اول هنا لحد تحت، ده عرض القماش 90 سنتي. على اساسه برتب اجزاء البطرون بتاعي بحيث ان انا اوصل لاقل فاقد منتج ممكن اقدر اوصل له. شايفين القطعة المظللة دي هي دي الفاقد بتاعي او العوادم بتاعتي بتاعت القماش. بقدر انا ارتب اجزاء البطرون زي ما احنا اتعلمنا في تعشيق اجزاء البطرون سواء كان في سنة اولى او في سنة تانية وطبعا الترم الاول من سنة تالتة، ازاي اقدر اعشق اجزاء البطرون بحيث ان انا اوصل لاقل كمية قماش ممكنة، ودي طبعا بتفيد صاحب المصنع لان هي بتوفر له بتزود من عملية الربح بتاعه. ففي الحالة دي بفضل ارتب اجزاء البطرون بتاعي، فالحاجة اللي انا وصلت لها او افضل طريقة لتعشيق اجزاء البطرون بتاعي هي بالمنظر ده. شايفين احط الصدر بتاعي انا ادي عندي جزئية عرضها 42 وطولها 73، حطيت الصدر يمين زائد جنبه الصدر الشمال كده بالمنظر ده. جه بعد كده عندي جزئية الظهر كان طولها زي ما احنا عارفين طولها 73، جيت بعد كده حطيت الكم بتاعي كم يمين وكم شمال حطيتهم بالمنظر ده فوق بعض اللي هو كان طولهم طول كل واحد منهم 60 سنتي لما عملت حسبة الأبعاد بتاعتي. خلاص جيت بقى في الأجزاء، طبعا احنا عارفين لما بنيجي نعشق أجزاء البطرون طبعا بنحط الأجزاء الكبيرة الأول، فعلى أساسها حطيت الصدر والظهر وأدي الأكمام، يتبقى عندي المسافة المربعة الصغيرة دي ابتديت أوزع فيها أجزاء الأسورة، أدي أسورة وبطانتها أسورة وبطانتها زي ما احنا قلنا 4 قطع معايا أهو، وبعد كده أدي الياقة وادي البطانه بتاعه الياقه. طبعا زي ما احنا عارفين بنبقى مراعيين ادي عرض الاسوره زي ما اتفقنا 7 سنتي وطولها 24 فيهم كلهم، وفي نفس الحكايه في الياقه عرضها كان 10 وطولها 42. لما هاجي هشوف كده هتشوفوا ان انا حسبت ازاي. ادي اول مسافه عندي اخدتها اول طول كان 73 سنتي، وبعد كده خدت 60 في 60 تانية، يبقى انا اقدر احدد على الاساس ده، ما هو ده
من هنا ابتديت تعشيق اجزاء الباترون، ودي اخر حاجه هوصل لها في الطول اللي انا محتاجه لتعشيق اجزاء البلوزه بتاعتي. فهجمع علشان احسب كميه القماش بتاعتي اللي انا عايزها لتنفيذ القطعه الواحده او لتنفيذ البلوزه الواحده، ادي ال 73 سنتي، وهجمع عليها 60 و60، ادي الكم بتاعي، وهقفل عرض القماش بتاعي. يبقى انا في الحاله دي لما نيجي نشوف بقى بعد كده من خلال الرسم التخطيطي، هنشوف اهو اول حاجه كميه القماش اللازمه لتنفيذ البلوزه. زي ما احنا اتفقنا جزئيه الصدر خدت معايا 73 سنتي، وبعد كده اجزاء الكمين او طول الكمين 60 زائد 60 اداني 193 سنتي. خدوا بالكم لما نيجي ال 193 ادام بالسنتي، لازم نعمل حسابنا ان احنا لازم هنحول للمتر. خلاص هنحول للمتر ازاي؟ هقسم على 100، يبقى بدل ال 193 دي هتبقى متر و93 سنتي. يبقى البلوزه في الحاله دي بتاخد معايا لما اقسمها على 100 متر و93 سنتي. ناخد بالنا كويس قوي من التمييز اللي احنا بنكتبه واللي احنا على اساسه هنحسب، تمام؟ يبقى كميه القماش اللازمه لتنفيذ البلوزه جمعت الثلاث اطوال اداني ال 193 سنتي. طيب كميه القماش بقى اللازمه لتنفيذ الطلبيه كلها، طيب انا كان محتاج مني الطلبيه كانت كام بلوزه؟ اهو 240 بلوزه. طيب البلوزه الواحده خدت مني قد ايه؟ زي ما احنا اتفقنا اهو، حولت ال 193 سنتي لما قسمتها على ال 100 بقت متر 93. هضرب ده في ده هيديني 463 متر و20 سنتي. خلاص كده يبقى انا حسبت الكميه بتاعتي. هضرب ده في ده هيديني ال 463 متر و20 سنتي. طيب تمن القماش كام؟ هو كان مديني ان تمن المتر الواحد 20 جنيه. لو تفتكروا كده في الشرح المساله بتاعتي كان مديني ان سعر المتر 20 جنيه. طيب انا كده عرفت عدد الامتار اللي انا عايزها، يبقى هضرب عدد الامتار اهو ال 463 متر و20 سنتي في ال 20 جنيه، اداني 9264 جنيه. خلاص كده يبقى انا في الحاله دي عرفت تمن اول حاجه عندي اللي هي الخامه الاساسيه بتاعتي، وكان طالب مني مجموع اسمان الخامات المستخدمه. ادي اول حاجه وصلت لها هي ثمن الخامه الاساسيه اللي احنا هنستخدمها اللي هو القماش، اداني 9264 جنيه. طيب نيجي بعد كده نشوف الخامات المساعده. كان عندي ازرار وكان عندي خيوط وخيوط للحياكه وخيوط للتطريز، هنشوف حاجه حاجه مع بعض. هنبتدي مع بعض كده اول حاجه بثمن الازرار او الزراير. هو كان قايل لي ان البلوزه الواحده بتاخد مني 10 ازرار، صح كده؟ طيب انا عندي البلوزه الواحده 10 ازرار، طب وكميه البلوزات كلها الطلبيه قد ايه؟ 240. يبقى 10 زراير هضربهم كل بلوزه، يبقى هضرب ال 10 في ال 240 بلوزه، تمام؟ طيب كده انا ضربت الاثنين في بعض هيطلع لي الكمية بتاعة الزراير اللي انا عايزها قد ايه. طب هو كان مديني سعر الدستة بتاعة الزراير كان مديهاني 5 جنيه. لو تفتكروا كده في الاول كنت قلت لكم خدوا بالكم ان هو مديهاني بالدستة، طب والدستة فيها كام زرار؟ 12. يبقى في الحالة دي انا هضرب في الخمسة اللي هي بتاع الثمن واقسم على ال 12. يبقى انا اول حاجة عملتها برضو هو هنا لما باجي بقى بضيف الكمية والثمن مع بعض. ممكن انا اقسمها واعمل زي ما عملنا في القماش، اجيب الكمية الاول وبعد كده اجيب الثمن. طيب هجيب الكمية ازاي؟ زي ما قلنا ان البلوزة الواحدة بتاخد مني 10 ازرار والطلبية كلها 240، يبقى هضرب ال 10 في ال 240، دي كده اقدر اجيب بيها كمية الازرار اللي انا عايزاها الاول. طيب كمية الازرار دي هو حاسبها لي بالدستة، يبقى الكمية دي هقسمها على ال 12، يبقى في الحالة دي هيطلع لي كام دستة انا عايزها، وفي الحالة دي هروح ضربها في الخمسة اللي هو سعر الدستة الواحدة، هيطلع لي في الاخر 1000 جنيه. تمام هيطلع لي 1000 جنيه. يبقى انا عرفت الثمن الازرار، عملتهم الكميه والثمن مع بعض في خطوه واحده. ممكن انا لو انا عايز اعمل الكميه لوحديها والثمن لوحده مفيش مشكله. خلاص كده يبقى احنا زي ما اتفقنا مع بعض هيطلع في الاخر 1000 جنيه. طيب نيجي بعد كده لثمن الخيط. ثمن الخيط هو لو تفتكروا كان قايل لي ان كل اربع بلوزات بياخد مني بكره خيط واحده، كل اربع بلوزات بياخد مني بقرة خيط واحدة. معنى كده ان الطلبية الكاملة اللي عندي اللي هي 240 بلوزة هقسمها على الاربعة، تمام؟ هيطلع لي كام؟
بقرة أنا عايزها خلاص. طيب هضربها في السعر خلاص. السعر لو تفتكروا كان مدوني 240 قرش، 240 قرش. طب لو تفتكروا احنا قلنا برضو ال 240 قرش دي لازم احولها للجنيه، يبقى هقسم على المية. يبقى في الحالة دي هجيب ال 240 اللي هي كمية الطلبية كلها على الأربعة، لأن هو قايل لي كل أربع بلوزات بتاخد مني بقرة خيط واحدة، يبقى ال 240 على الأربعة الأول، وبعد كده أروح ضرباها في ال 240 على 100. يبقى بدل ما هي ال 240 بس أخليها 240 على 100 عشان أحول القرش لجنيه. في الحالة دي هيطلع معايا 144 جنيه. يبقى في الحالة دي ثمن الخيط بقى بالجنيه اللي هي 144 جنيه. تاني يبقى كل اربع بلوزات بياخدوا مني بقره خيط واحده، يبقى هجيب كميه البلوزات كلها الطلبيه 240 على الاربعه، والناتج اللي هيطلع هروح ضرباه في ال 240 على ال 100 اللي هو ثمن بقره الخيط الواحده، هيديني 144 جنيه. نيجي بعد كده لثمن خيط التطريز. يبقى الاولاني ده كان خيط الحياكه ما اتلخبطش، وادي تاني حاجه عندي ثمن خيط التطريز. هو كان قايل لي ان المجموعه كامله الطلبيه كلها هتاخد مني 20 شله، هو كان مسهلها عليا ومديني الكميه تلقائي. الشله الواحده كان قايل لي ب 2 جنيه اهو. هنلاقي في الحاله دي اهو اداني ال 20، هناخد علشان احدد ثمن خيط التطريز، يبقى ال 20 شله في 2 جنيه هيطلع لي 40 جنيه. يبقى انا في الحاله دي الاثنين هي هتفضل زي ما هي، لان هي متحوله معايا تلقائي للجنيه خلاص. يبقى ثمن خيط التطريز طلع معايا ب 40 جنيه، ضربت الكميه اللي هي ال 20 شله في السعر اداني ال 40 جنيه. طيب جملة الأسمان بقى بتاعة الخامات، هجمع كل الخامات اللي احنا عملناها، سواء كانت الخامة الأساسية اللي هو القماش بتاعي، سواء كان خيط الحياكة، سواء كان خيط التطريز وهكذا. أهو طلع معايا المجموع النهائي لما أجمع الأربع أرقام مع بعض، أدي القماش الأساسي وأدي الأزرار وأدي خيط الحياكة وأدي خيط التطريز، لما أجمع الأربع أسمان مع بعض هيديني 10448 جنيه. خلاص كده يبقى احنا في الحالة دي قدرنا نعرف جملة أسمان الخامات أقدر أحسبها إزاي. ممكن أعمل كل واحدة منهم خطوة الأول، أجيب الكمية وبعد كده أضرب في السعر، ولو السعر مدهوني بالقرش أحوله للجنيه عن طريق إن أنا أقسمه على 100 عشان يطلع الناتج معايا بالجنيه، أو ممكن أعملهم مع بعض في خطوة واحدة وفي الآخر برضو بيطلع لي الناتج بالجنيه. أجمع جملة الأسمان مع بعض سواء كانت الخامات الأساسية أو الخامات المساعدة، يديني في الآخر جملة الأسمان اللي هو كان الطلب اللي طلبه مني. نيجي بعد كده مع بعض نشوف إزاي أقدر أو أحسب الأجور بتاعتي وعلاقتها بتكلفة الإنتاج بتاعي. نبدأ كده مع بعض. أول حاجة عندي عايز أعرف يعني إيه الأجر. بيقول لي الأجر هو القيمة المادية اللي هي الفلوس، تمام؟ هو القيمة المادية التي تدفع للعامل نظير الوقت والجهد المبذول. طب المبذول في إيه؟ بيقول لي في أداء عمل معين. يبقى أنا متفقة مع العامل اللي جاي ده، والله أنت هتقعد لي على المكنة وليكن هتخيط لي خط الكتف وخط الجنب، ماشي؟ يبقى ده عمل معين انا محددهوله، بقول له والله هتقعد معايا في الوقت من الساعه كذا للساعه كذا لمده شهر، هديك عليها المبلغ ده. يبقى التكلفه اللي هي الجزء اللي انا حددته ده هي دي القيمه الماديه، هو ده الاجر بتاع العامل نظير الجهد المبذول في تنفيذ عمل معين. بيقول لي بتختلف قيمه الاجر باختلاف نوع العمل، باختلاف نوع العمل واهميته. هنيجي نشوف يعني ايه الكلام ده. بيقول لي اقدر اقسم العمل اللي بيستحق عنه العامل الاجر لنوعين، في العمل المباشر وفي العمل الغير مباشر. ايه هو العمل المباشر والعمل الغير مباشر؟ العمل المباشر ده هو اللي داخل معايا في خط التشغيل او في خط الانتاج بتاعي. زي ايه مثلا؟ يعني زي العامل اللي قاعد على المكنه، اقدر اقيس من وراء كميه القطع اللي طلعها فعلى اساسها بديله اجر، تمام كده؟ يبقى اي مرحله من مراحل الانتاج او التشغيل بتاع المنتج هي دي من الاعمال المباشره اللي داخله معايا في خط الانتاج مباشره، هو ده العمل اللي انا عايزه منك مباشره، خلاص كده؟ وعلى اساسه بقدر احسب الكميه بتاعته واقدره بالاجر اللي انا هديهوله، سواء كنا متفقين مع بعض على انه هيقبض خلال مده معينه، يعني يوميا اسبوعيا شهريا، او اني
هدهوله على اساس كميه الانتاج اللي هيطلعه وهكذا. في انواع مختلفه، بس ده بيكون بناء على اتفاق ما بيننا، في عدد معين او في انتاج معين هيطلع بعدده هديلك الاجر بتاعه، خلاص كده. اما ايه بقى الاعمال الغير مباشره؟ هي الاعمال المرتبطه بشكل غير مباشر مع مراحل الانتاج. زي ايه مثلا؟ يعني مندوبين المبيعات، الدعاية والإعلان، التوزيع وهكذا. الحاجات دي هي مش داخلة بطريق مباشر معايا في مراحل إنتاج المنتج، هي مش مباشرة وما أقدرش أقيسها. يعني مش هقول له، يعني مش هقدر أحسبها له بالقطعة، مش هقدر أحسبها له بالزمن بتاعه، لا هي بتاخد مدته معاه. ففي الحالة دي هي أعمال غير مباشرة، مش مرتبطة أو متصلة بالإنتاج بتاعي بشكل مباشر، خلاص. فهي دي الاعمال الغير مباشره. يبقى انا لما بينقسم العمل عندي لانواع على اساسه بدي للعامل بتاعي الاجر، في عندي زي ما اتفقنا نوعين، اللي هو العمل المباشر اللي هو مرتبط بمراحل تشغيل المنتج او مراحل انتاج المنتج بتاعي، وعلى اساسه بقدر احسب الكميه اللي طلعت ودي للعامل الاجر بتاعه. او في عمل تاني غير مباشر اللي هو مرتبط بطريقه او باخرى بس غير مباشره بمراحل انتاج المنتج بتاعي، زي ما اتفقنا وقلنا اللي هي عمليات التوزيع والدعاية والإعلان وغيره. ففي الحالة دي هي أعمال غير مباشرة، تمام. طيب نيجي بعد كده نشوف على أنواع الأجور نفسها. بيقول لي في الأجور اللي هو أنا بحاسب بيها العامل، هنا أقدر أحاسبه في، ممكن بيقول لي الأجر عن طريق، هي مجموعة من الأنظمة كده، في نظام الأجر بالوقت، أو في نظام الأجر بالقطع أو بالإنتاج، وفي نظام الأجر مع المكافأة. طب إيه الفرق بين كل نوع من أنواع الأجور دي؟ بيقول لي والله كل نظام وليه المواصفات الخاصة بيه. يعني مثلا أول نظام عندي اللي هو نظام الأجر بالوقت، ببقى أنا متفقة مع العامل بتاعي، والله أنا هديلك الأجر بتاعك خلال مدة معينة، سواء كانت بقى يومية، أنا بعمل بدي الأجرة للعامل ده يوميا، أو بديله أسبوع أسبوعيا، أو بديله شهريا، على حسب ما احنا متفقين. طيب الأجر ده أو العامل ده زي ايه مثلا؟ بنقول ده بيبقى مرتبط أكتر بالمراحل اللي هي بعيدة عن الإنتاج، يعني مش العامل اللي قاعد على المكنة، تمام. بيبقى مرتبط أكتر بمراحل اللي هو الإشراف، أو بيبقى مرتبط أكتر بالملاحظين اللي واقفين على خطوط الإنتاج. نيجي بعد كده نشوف تاني نظام عندي، هو نظام الأجر بالقطعة أو بالإنتاج. أنا بحاسب العامل وبديله أجرته بناء على عدد القطع اللي هيطلعها في الوقت اللي احنا متفقين عليه. والله احنا متفقين الحد الأساسي مثلا ان انت هتطلع لي 10 قطع وهديلك عليها الأجرة بتاعتك اللي هو الراتب بتاعك. والله هو في خلال المدة دي قدر يزود لي بدل 10 طلع لي 15، يبقى في الحالة دي انا بزود له بناء على نسبة معينة. وبتبقى مرتبطة برضو اكتر بالمراحل اللي هي مرتبطة بعملية القص، يعني بيبقى في خلال مدة معينة، بدل ما هتقصولي رصة واحدة أو رصتين، لا هم قللوا الوقت شوية وزودوا عدد المنتجات أو عدد القطع اللي تم قصها. ففي الحالة دي أنا بعملهم بالقطعة اللي بتتقص. طيب في عندي اللي هو النظام الثالث، وهو نظام الأجر مع المكافأة، ودي بقى اللي هي بتبقى مرتبطة أكتر بالعمال اللي قاعدين على الماكينات في خطوط الإنتاج وخطوط التشغيل. ازاي؟ والله بنقول ان هو بجانب الراتب الاساسي بتاعه، هو كده كده خلاص واخد الراتب الاساسي بتاعه في مدة الشهر اللي احنا مثلا وليكن محددينها، في خلال الـ8 ساعات اللي هو هيقعدها معايا في اليوم. طيب هو لو مطلوب منه 20 قطعة في اليوم وهو زود عدد القطع، يبقى في الحالة دي بديله بقى بس بنظام تاني، نظام المكافأة. ازاي؟ ودي بيكون بنسبة، يعني لو هو مثلا زود لي على عدد القطع اللي انا طالبها منه، هو بيبقى مسؤول وهو قاعد على المكنه بيعمل مرحله واحده او عمليه واحده، يعني زي مثلا خياطه الكتف، زي خياطه الجنب بس، زي خياطه تركيب الكم وهكذا، هي مرحله واحده من مراحل الانتاج بينفذها. بدل ما بيعمل لي 50 قطعة في اليوم، عمل لي مثلا 750 قطعة، يبقى هو في الحاله دي هو زود عن القطع المطلوبه منه قدها نص، يعني بقت مرة ونص بدل مرة واحدة. ففي نسبة بديله، المكافأة دي بتكون بيتم حسابها عن طريق النسبة، يعني هديله 50% زيادة عن الراتب اللي أنا بكون متفقة معاه عليه في اليوم. يعني
لو خلالي بدل ال 500 طلع لي 1000 قطعة بديله قد راتبه مرة كمان، يبقى أنا في الحالة دي عملية مكافأة. خلاص، مكافأة بتكون محسوبة بنسبة أنا وهو متفقين عليها، لو زودت لي هديلك بالنسبة. خلاص، ودي طبعا بتحفز جدا العمال اكتر، وبتخليهم يطلعوا الانتاج بكميات كبيره، وفي نفس الوقت برضو بتكون مرتبطه بدرجه وكفاءه الجوده بتاعه المنتج ومهاره العامل اللي بينفذها. ما هو مش المهم بتاعي ان هو يطلع كميه كبيره ويكون الانتاج غلط، لا، هو ادام العامل ماهر بيطلع لي في الحاله دي المنتج بتاعي على درجه جوده عاليه، وفي نفس الوقت بيكون بيطلعها لي بكميات كبيره. خلاص، دي انواع الاجور او انظمه الاجور اللي احنا ممكن نقدر نتعامل بيها مع العامل ونديله الاجر عليها. هنيجي نشوف بقى بعد كده ازاي اقدر احدد ثمن التكلفه الفعليه للوحده المنتجه، اللي هي الوحده اللي هو المنتج بتاعي، وليكن البلوزه، الفستان، البنطلون وهكذا. ايه هي بقى التكلفه الفعليه؟ هنشوف مع بعض كده. علشان اقدر احسب التكلفه الفعليه بيقول لي لازم اخد بالي من مجموعه اسمان كده او مجموعه حاجات لازم احطها في دماغي. اول حاجه ثمن المواد الخام الاساسيه اللي داخله في انتاج السلعه، طبعا اللي هو القماش اللي هيتم التنفيذ عليه. تاني حاجة ثمن المواد الخام المساعدة الداخلة في الإنتاج، وقلنا طبعا إن المواد المساعدة سواء كانت السوست، الكلف، الأزرار، خيوط التطريز وغيره. خلاص، يبقى برضو لازم أبقى عاملة حسابي ثمن الخامات دي إيه. إيه تاني؟ بيقول لي ثمن المواد الخام المساعدة زي ايه مثلا؟ بنقول زي الورق اللي انا هستخدمه في عمايل البترون، زي الزيت اللي انا هحطه في المكن، زي الابر وهكذا. في حاجه تاني لازم اعمل حسابي عليها او احطها في الحسبان بتاعي، بيقول لي طبعا اجور العمال، اجور العمال المباشرين اللي هم مين المباشرين؟ اللي هم عمال التشغيل اللي داخل خطوط الانتاج، دول لازم احسب الاجور بتاعتهم هتبقى ايه. ايه تاني لازم احطه في الحسبان بتاعي؟ اجور العمال الغير مباشرين. هو انا عندي عمال غير مباشرين؟ اللي هي قلنا زي الاعمال الغير مباشره، زي مثلا عمليات الاشراف، عمال الصيانه، لازم اعمل حسابي هم دول مش داخلين معايا في مراحل الانتاج بتاعت المنتج، لكن بشكل او باخر هم مرتبطين بيه بس بعيد شويه، يعني مش هم دول اللي بينفذوا لي انتاج المنتج. خلاص، زي مثلا زي ما قلنا كده عمال الصيانه والاشراف، لازم اتاكد الاجور بتاعتهم تكلفتها قد ايه. كمان عندي حساب المصاريف الغير مباشره، طبعا المصاريف المباشره اللي هي اللي انا بصرفها على شراء الخامات سواء كانت اساسيه ومساعده وغيره. طب امال ايه هي المصاريف الغير مباشره؟ بيقول لي زي مثلا الكهرباء، زي استهلاك العدد اللي هي والماكينات، ودي بضيفها بنسبه حوالي 10%، لازم اكون حاطط حسابي عليها او عاملها او مقدرها في الحسبان من تكلفه الاسمان كلها. كمان عايز اضيف حاجه تانية، طبعا هامش الربح، انا بعمل ده كله ليه؟ انا ايه اللي مدخلني في المشروع ومخليني اعمل مشروع واعمل واشتري الخامات وكل ده؟ في الاخر انا اللي يهمني ان انا احقق الربح بتاعي. فبيقول لي اضافه هامش الربح، وده بيكون على حسب ما بتقدره المؤسسه لكل سلعه، بس بوجه عام هو بيكون حوالي 10% برضو من جمله تكلفه المنتج بتاعي. خلاص، يبقى انا لازم احط في الحسبان بتاعي وانا بحقق التكلفه الفعليه او انا بحدد التكلفه الفعليه بتاعه انتاج المنتج بتاعي او القطعه المنفذه الواحده، اجمع اسمان الخامات الاساسيه، اسمان الخامات المساعده، اسمان الخامات الخام والمساعده، اجور العمال المباشرين والعمال الغير مباشرين، الاعمال الغير مباشره، ونسبه الربح بتاعي. لازم كل ده اجمعه مع بعضه وتبقى هي دي النسبه الاساسيه، واضافه كمان هامش الربح بتاعي. طب ايه هو الربح بقى اصلا؟ نشوف كده مع بعض. بيقول لي هو الفرق بين جملة تكلفة الانتاج وثمن البيع. يعني والله انا عايز اقول انا نفذت البلوزة دي او الفستان ده تكلفتها النهائية معايا طلعت 50 جنيه، طب انا زي ما نفذتها او زي ما كلفتها هبيعها للمستهلك؟ طبعا لا، يبقى انا ما استفدتش حاجة. يبقى انا في الحالة دي لازم اضيف هامش ربح اللي هو بيزود راس المال بتاعي. هامش الربح ده هو الفرق بين السعر اللي انا هبيعه للمستهلك والفرق بينه وبين انا كلفت قد ايه. والله يعني انا كلفتها 50 جنيه، هبيعها ب 55 جنيه، يبقى هنا هامش الربح بتاعي قد ايه؟ هو ال5 جنيه ده. خلاص، يبقى لازم اضيف للربح اللي انا هستفيد منه. خلاص كده، يبقى هو الفرق بين جمله تكلفه الخامات اللي هي الخاصه بتكلفه الانتاج وثمن البيع اللي انا هبيعه للمستهلك.
طيب الغرض من الربح ده ايه؟ بنقول اول حاجه زياده راس المال المستهلك. ما انا مش حطيت المشروع بتاعي، حطيت فيه الفلوس بتاعتي علشان اخدها زي ما هي او اخسرها، لا، هو المقصود بيها ان انا دخلت وعملت مشروع علشان خاطر ازود راس المال بتاعي. يعني مثلا وليكن انا عملت المشروع بتاعي ب 10,000، مش هفضل بيه 10,000، لا، انا محتاج كل سنه يزيد عن راس المال الاساسي ده، يبقى فيه زياده، هي دي زياده الربح، ما انا داخله في المشروع عشان ازود من الفلوس بتاعتي او الدخل بتاعي. يبقى هنا زيادة رأس المال ده حاجة أساسية، الغرض الأساسي هو زيادة رأس المال الخاصة بالمستثمر. تاني حاجة تشجيع المستثمرين للدخول في المشروعات الصناعية والمخاطرة في استثمار الأموال طبعا في زيادة الربح، وطبعا برضو في النهاية رفع المستوى الاقتصادي للدولة اللي احنا تابعين ليها. يبقى في النهاية هو رفع نسبة أو رأس المال الخاصة بالمستثمر، وكمان هيعود في الآخر على الاقتصاد الخاص بالدولة. هنيجي بقى نشوف مثال على إضافة الأسمان الخامات ونسبة الأعطال وإضافة نسبة الربح اللي أنا هستفيد بيها، وإزاي أقدر أحدد تكلفة المنتج النهائي اللي أنا هبيعه للمستهلك. نشوف كده مع بعض المثال ده. بيقول لي إذا كان إنتاج 7200 فستان، تمام، تحتاج إلى 8 خطوط إنتاج. نركز كده مع بعض، 7200 فستان بتحتاج ل 8 خطوط إنتاج، كل خط إنتاجي بينتج في اليوم الواحد 40 فستان، بينتج كام؟ 40 فستان. نسبة الأعطال اللي عندي 10%، نسبة الأعطال اللي عندي 10%. بيقول لي فما هي المدة اللازمة لإنهاء هذه الكمية؟ أنا عندي 7200 فستان، تاني 7200 فستان، بحتاج أنا عندي في المصنع بتاعي 8 خطوط إنتاج، خلاص، الخط الإنتاج الواحد في اليوم بيطلع لي 80 فستان، سوري 40 فستان، نسبة الأعطال 10%، عايز أعرف المدة اللازمة لإنهاء هذه الكمية. نشوف كده مع بعض. هبتدي معايا في الأول هشوف عدد الفساتين المنتجة في اليوم الواحد إيه، عدد الفساتين المنتجة في اليوم الواحد إيه. هو قال لي إن خط الإنتاج الواحد بيطلع لي 40 فستان. طب أنا عندي كم خط إنتاج؟ أنا عندي 8، يبقى ضربت ال 40 فستان في 8 خطوط الإنتاج إداني 320 فستان، يبقى الثمان خطوط في اليوم الواحد بيطلعوا لي كام؟ 320 فستان، خلاص كده، ده كده في اليوم الواحد. طيب عدد الأيام اللازمة للإنتاج إيه؟ والله هنقول ال 7200 اللي هي الطلبية الكاملة على ال 220 فستان اللي أنا بنتجهم في اليوم الواحد من الثمان خطوط، إداني 22.5 يوم، إداني 22.5 يوم. طب أنا هقول للعميل تعالى استلم المنتج بتاعك أو الطلبية اللي أنت طلبتها بعد 22.5 يوم؟ طبعا لا. طب ليه؟ طب افرض أنا حصل عندي أعطال، والله المكنة وقفت، حصل كسر، حصل عندي ظروف، مثلا الكهرباء قطعت في يوم، حصل إصلاحات في المنطقة في يوم، أيا كان بقى، أيا كان التعطيل جه بأي شكل من الأشكال، لازم أعمل حساب الأعطال دي. فبيقول لي إيه المدة اللازمة الارتباط بتاعي اللي هي ايه؟ هنقول والله انتوا لو تفتكروا كان قايل لي 10% اللي هي نسبة الاعطال، ادام قال لي 10% يبقى على طول تلقائي ببقى ضربة بحسبها كده 110 على 100، ادام قال لي 10% يبقى 110 على 100، دي كده ثابته معايا، خلاص. يبقى الاعطال دي او المده اللازمه للارتباط دي بعمل فيها ايه؟ بشوف عدد الايام الفعليه اللي انا هخلص فيها الطلبيه بتاعتي اللي هي 22.5 يوم دي، هضربها في احتماليه حدوث الاعطال اللي هي ال 110 على 100، خلاص كده اداني كام؟ 24 يوم و75 من 100، يعني 25 يوم الا ربع، خلاص كده. طب ايه تاني احسبها ازاي؟ انا الاول قال لي عندي 7200 فستان انا عايزهم، قال لي عندي في المصنع بتاعي 8 خطوط، 8 خطوط انتاج هقدر اشغلهم، الخط الواحد في اليوم بيطلع لي 40 فستان، ضربت اول حاجه علشان اعرف الثمان خطوط دول هيطلعوا لي في اليوم الواحد كام فستان، فاول حاجه عملتها ضربت ال 40 فستان بتوع الخط الواحد في عدد الخطوط اللي هم في الثمانيه، طلعوا لي ال 320 فستان، يبقى انا اقدر انتج في اليوم الواحد 320 فستان. طيب انا عندي الطلبيه 7200 فستان، خلاص، هقسمهم على عدد الفساتين اللي انا اقدر اطلعها في اليوم اللي هي ال 320، اداني 22.5 يوم، مش هقدر اقول للعميل تعالى على طول،
بعد المدة دي لازم أعمل حساب الأعطال اللي ممكن تحصل عندي. فهو كان قايل لي إن الأعطال دي 10%، خلاص أدام قال لي 10% يبقى أنا بحولها تلقائي كده في دماغي، أكون عارفة إن هي 110/100، خلاص. فجيت حسبت ال 22.5 يوم في ال 110/100، اداني 24 يوم و75% من 100. هي دي المدة اللي انا اقدر اقول للعميل بتاعي تعالى استلم الطلبية بتاعتك بعد عدد الايام دي. طيب تعالوا بقى نيجي نشوف مثال تاني نجمع بين الاجزاء دي كلها اللي احنا اخدناها كلها. بيقول لي ايه؟ مطلوب عمل مقايسة، تمام، لتصنيع 1200 فستان طفلة. يبقى انا كده محتاج، ادام قال لي مقايسه يبقى انا لازم اعمل حساب ان انا هعمل شكل تخطيطي مبدئيا كده، دي اللي هتيجي في دماغي، هعمل شكل تخطيطي. يبقى انا عندي لازم احط في دماغي ان انا هعمل ابعاد، خلاص كده. طب نيجي نشوف هيكمل ويقول لي ايه. يبقى 1200 فستان طفله، محدد لي القماش، بيقول لي من قماش كريب، عرض القماش 120 سنتي، تمام كده 120 سنتي، تمن المتر الواحد 25 جنيه، تمام. يلزم لكل فستان 2 متر، ويلزم لكل فستان 2 متر. معنى كده ان هو ادام اداني عدد الامتار يبقى انا مش محتاج اعمل الشكل التخطيطي، هو كده خلاص قال لي الفستان الواحد محتاج منك 2 متر، كده هو سهل عليا الخطوه الاولانيه اللي انا كنت هعملها اللي هو حساب عرض وطول الابعاد مفردات المنتج بتاعي، سواء كان كم او الجزء الخاص بالكورساج او الجونيل او الكلام ده، هو كده لغى لي الموضوع ده وقال لي هنعمل الفستان الواحد ب 2 متر، خلاص. بيلزم لكل فستان سوسته تمنها 75 قرش، ادام قال لي 75 قرش يبقى انا القرش ده لازم احوله لجنيه، هعمله 75/100 عشان احولها لجنيه. بيقول لي ولكل فستان ولكل سوري ولكل 5 فساتين بكرة خيط واحده، تمام، بكرة خيط واحده. يبقى انا لازم برضه احط في حسابي ان انا عدد الفساتين هقسمها على الخمسه عشان اقدر اعرف كام بكرة خيط، ومديني تمنها 180 قرش، برضه لازم القرش ده احوله لجنيه، يبقى 180/100. طالب مني بيقول لي ادي الاجور، هو برضو مديني بيقول لي اجر التجهيز النموذج 300 جنيه، واجر هو كده مسهل عليا، واجر القص 2 جنيه لكل متر. وللاسف خلصت حلقتنا النهارده، هيكون معاكم المثال ده تراجعوا فيه وتجربوا وتحلوه معايا، وان شاء الله نتقابل في الحلقه اللي جايه ان شاء الله ونستكمل حل هذا المثال. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.